فقط امثل على السريع ما امشيه. قال علي صلوات الله وسلامه عليه: الامام بمقدار اللي عقلي انا وامثالي نفهم يقرب المعنى. يقول: كان اكو شخص عنده 3 اصدقاء، صديق حاط كل عمره عليه، كل يوم يروح يعطيه اللي يقدر يخدمه. صديق ثاني هذا كان من اسبوع مره بعض الاوقات يصل احواله، بس مو مثل الصديق الاول. صديق ثالث هذا كان مده يروح يقول له شلونك. يوم من الايام اجوا يردون هذا الانسان صاحب الثلاث اصدقاء ياخذوه الى محكمه، رافعين عليه قضيه. راح خايف، راح عند الصديق الاول، قال: يا صديقي، قلت الكويتيين الصديج عندي الضيج، يلا ياخذوني ساعدني. قال: مع الاسف انا كل شيء ما اقدر اخدمك، اذا تريد اعطيك دشداشة عندي. دشداشة سعودي اكثر من دشداشة معي. يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا رب روحك في الحياة، يا رب روحك في حياة الحافزون. لأتوب من ذنبي فعفوك جاهز، وتزيد آماني بفضلك طامعا عن شكر ما أنعمت ربي عاجز. فاغفر ذنوبي بالحبيب محمد. عمري على الخمسين راح يناغز. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون.
أطروا أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. نقطتان مهمتان في حياة الإنسان في الدنيا، النقطة الأولى تأخذه نحو السعادة والجنة، والنقطة الثانية نعوذ بالله تأخذه نحو الشقاء وعذاب الخلد. أما النقطة التي تأخذ الإنسان إلى الجنة لا شك هي تقوى الله سبحانه وتعالى. والحمد لله أتوكلكم من أهل الصوم وهنيئا للصائمين. الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول: نعم فمن شهد منكم الشهر فليصمح. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمح. قبل هذه الآية يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. من آدم إلى الآن أولياء الله كان يصومون في أوقات معينة، كتب عليكم الصيام أنتم أيضا كما كتب على الذين من قبلكم، الهدف لعلكم تتقون. ثمرة الصوم تورث التقوى في الإنسان، الإنسان يصير قلبه منير. طيب إذا واحد حصل على ملكة التقوى، الآية الثانية تشرح الآية الأولى، آية أخرى تقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا تقوى اللي تحصل من الصوم وأمثال الصوم، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إذا تصير من المتقين واسمك نزل في قائمة المتقين وإن شاء الله اسمعكم مسجلة، الله يجعل لك الفرقان. الفرقان يعني الترمومتر إن صح التعبير، الميزان، المعيار، يجعل لكم شيئا تفرقون به بين الحق والباطل، يجعل لكم فرقانا ويجعل لكم نورا. هذا النور هو النور الإلهي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن ينظر بنور الله. المؤمن إلى فراسة خاصة، إلى نور خاص، ينظر بالنور الإلهي. طبعا مع عون من الله لا شك، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. الله ينصركم. الإنسان المتقي يمشي على الصراط المستقيم، وهذا النور الإنسان يحصل من التقوى. في مقدمة الحديث الآن النقطة الأولى التي تأخذ الإنسان نحو الارتفاع وتأخذه إن شاء الله إلى جنة عدن خالدا فيها إلى أبد الأبد، هي مسألة التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد أحسن شيء التقوى، واتقوني يعني اتقوا الله يا أولي الألباب، أصحاب العقول هم المتقون. النقطة الثانية، ما أريد المقدمة هو يأخذ وقت، النقطة الثانية التي تتدحرج بالإنسان إلى دركات جهنم هي الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله. أكو بعض الناس هذا ما عند نقطة التقوى، عند نقطة الهوى، يعني يعيش في ملذات وهمية. ليلة من الليالي قلت لكم الدنيا تجمعها ثلاث حروف مجتمعة في خفج. خفج يعني ارتعاش رجلي الحيوان، هذا يقولون خفج. الخاء يعني الدنيا خداعة. بس وين الإنسان النبيه الذي يفتح عينه بعد كم يوم إلى وين دي يروح؟ يتصور على طول الأمر باقي. خداعة، تضحك عليكم. فالدنيا هاي أيام الإنسان يشوفها فانية تنتهي. اللي عاشوا في نعيم، شاه إيران كان عنده 730 قصر في إيران والعالم، يعني إذا كل قصر من قصوره يريد ينام بيه ليلة واحدة بالسنتين مرة ما يجي له بعد. وين أصحاب العقول؟ صدام عليه لعائن الله فقط في بغداد كان عنده أكثر من 50 قصر. وين صدام؟
وين اللي يفكر؟ فانية هذه الدنيا، خاف تجي، خاء خداعة، فاء فانية، جيم جوفاء، يعني تتصور انك جميل، ترى هذا الجمال يروح في يوم من الايام من ايدك. تتصور انك ثري، هاي الثروة ياخذوها يوم من الايام منك. تتصور انك شاطر، بس انت مو شاطر. اذا شوية تفكر هذاك اليوم الحياة لذيذة، الانسان يعيش حياته مع الاخرين، من قاسم سعادته مع سعادة الآخرين والعياذ بالله وشقاءه مع شقاء الآخرين، هذا إنسان ناجح فائز في الحياة. ولكن الذي قاعد هو ما يفكر بالآخرين حقيقة، هذا الإنسان الذي الآن يعيش ببيته بمولد 5 أمبير أو أقل، أو بعضهم 5 أمبير هم ما عندهم حتى مروح ببيته ما عنده، هذا حياته حياة ذاك اللي عايش حياة البذخ حقيقة. وزير الكهرباء وامثالهم حاضر ينام في بيت هذا الانسان الفقير بابو الخصيب في مروحة 5 أمبير من الليل للصبح هو وعائلته. هذول الشخصيات اللي الان عوائلهم في لندن وفي هولندا وفي اوروبا، واحنا ندري كل شيء، والشعب المظلوم عايش حياة الظلم، هذول يتحملون حياة هذول؟ أسألكم يا كبار البلد، يا كبار العالم الإسلامي، عندكم شخصية أعلى من رسول الله؟ إذا أكو واحد خلي يشيل يده يقول أنا أعلى من رسول الله. رسول الله سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، عقل الكل، هادي السبل، خاتم الرسل، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. دخل المسجد ثوب مندرس، يعني ثوب جدا عتيق. واحد من المسلمين تبرأ، مو من بيت المال، قال يا رسول الله عندي 12 درهم اموال طاهرة، هاي الاموال أحب تأخذ بها هدية من عندي. رسول الله كان يقبل الهدية، من صفات الطيبة أنه كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. يا رسول الله هاي هدية من عندي 12 درهم، خذها واشتر بها ثوبا لنفسك. النبي ما رد الهدية، أخذ من عندي 12 درهم. قال يا علي لأمير المؤمنين عليه السلام، خذ هذه الدراهم واشتر لنا ثوبا. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ذهب إلى السوق واشترى ثوب ب12 درهم. رجع رسول الله شاف هذا الثوب شوية وزن أعلى من وزن الفقراء، الفقراء ما عدوا ثوب ب12 درهم، هذا منو؟ هذا سيد الكون، هذا أشرف كائن خلقه الله في نظام التكوين، سيد الأنبياء والمرسلين، سيد السماوات والأرضين. أنا شو أقول لك حب شخصية رسول الله محمد سيد، الله يرحم الشيخ البوصيري المصري يقول محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين، من عرب ومن عجم، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم وفي كرم، وكلهم من رسول الله، مرتجف رشفا من البحر أو رشفا من الديم. هذا رسول الله. قال يا علي ثوب 12 درهم غالي، هاي الرواية السنة يذكروها، الشيعة يذكروها، انت سني لو شيعي اسمع. ارجع الى الرجل صاحب الدكان البياع، شوف يرجع او ما يرجع، احنا اشترينا صحيح. قال امير المؤمنين سلام الله عليه، من اقال مؤمنا اقال الله عثرته يوم القيامة. يلي عندكم دكاكين تبيعون اي بضاعة، اذا المشتري تندم اجى قال رجع اعطيني فلوس، يعطيه الله سبحانه وتعالى ثرات امامك يوم القيامة يلي تشيل عثرة الناس. من اقال مؤمنا عثرته في الدنيا الان اقال الله عثرته يوم القيامة. واحد اشترى من عندك بيت قال انا ندمان، رجع بيتك، رجع لي.
واحد اشترى منك سيارة قال انا ندمان اعطيني فلوس اعطيه، مو كل واحد يسوي هاي اخلاق رسول الله. قال يا علي رده اذا يقبل. الامام علي عليه السلام جاء قال لصاحب الدرهم رسول الله يقول اريد ثوبا ارخص من هذا، قال ما عندي، هاي دراهمك. امير المؤمنين عليه السلام اخذ الدراهم الاثني عشر جاء الى المسجد، قال رسول الله قم يا علي مع بعض ندخل في السوق. رسول الله يدخل في سوق المسلمين كانسان عادي، هو يقول مسكين اجالس المساكين، ما كان عنده تشريفات، ما كان عنده حرس خاص. دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسط الناس فرأى في طريقه جارية جالسة على قارعة الطريق تبكي، جارية يعني عبدة مملوكة خدامة. رسول الله يمر يقول أنا ما يخصني، احنا كثير من عندنا نشوف فرد واحد عنده مشكلة أنا شي يخصني، هو عنده عشيرة وعنده ربع. لا، رسول الله هكذا ما كان يخصه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقف، ما يبكيك يا أمة الله؟ قالت أنا عبدة جارية، أهلي أعطوني 4 دراهم لأشتري بها سلعة فضيعت الدراهم، ما عندي فلوس. قال قومي، 12 درهم مع رسول الله، أعطاها 1/4 الأموال أعطاها للمرأة، أعطاها 4 دراهم. قومي واذهبي إلى أهلك، لا يصح امرأة تجلس على قارعة الطريق تبكي، هذا عيب للمجتمع الإسلامي. أعطاها الدراهم 4 ومع علي بن أبي طالب عليه السلام دخل السوق. اجوا وشافوا رجل بياع ثياب، النبي قال أرخص ثوب شنو عندك؟ صلى الله عليك يا رسول الله، تعالي اليوم المجتمع ادخل شوف أرخص ثوب. قال عندي ثوب قيمته 4 دراهم. قال هاتها. أعطى 4 دراهم للرجل وأخذ منه الثوب. أخذ الثوب ده يرجع حتى يروح للبيت يغير ثوب المندرس، فرأى فيرا جالسا في الطريق وثيابه مرقعة، عبد ما عنده. قال رسول الله أين ثوبك؟ ليش ما عندك ثوب؟ قال ما عندي، هذا اللي عندي ثوب مرقع. فأعطاه الثوب اللي يشتري 4 دراهم. مع علي بن أبي طالب عليه السلام مرة ثانية رجع إلى السوق، اشترى ثوب آخر 4 دراهم الأخيرة. جاء مع أمير المؤمنين عليه السلام على نفس الطريق، رأى الجارية بعدها جالسة تبكي. قال ما يبكيك يا أمة الله؟ ألم تقولي بأنك ضيعتي دراهمك؟ أعطيناك الدراهم. قالت صحيح، بس أنا تأخرت، الآن إذا أرجع للبيت أضرب ضعيفة، ارحم الضعيفين، الله أعطاه قوة عضلات، لا تشيل إيدك على الضعيف ولا على القوي، أصلا لا تشيل إيدك على إنسان، الله سبحانه وتعالى معطيكم هاي الأصابع الحلوة حتى تمسحون على رأس الضعيف، مو تضربون. إذا الله كان معطيكم الإيد للضرب كان يعطيكم إيد بشكل فاس، بشكل معول، بشكل شاكوش. الله ما انطاك شاكوش، الله منطيك ايد ناعمة حلوة. امسح على رأس اليتيم، امسح على رأس الضعيف، امسح على رأس زوجتك، امسح على رأس اولادك وبناتك، خلي الناس يشوفون خير من هذه الايد. هاي الايادي تشهد يوم القيامة يا ناس، والله الله بالقرآن يقول مو كلامي، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. تحكي تقول إلهي أنا ضربت، أكو إيدي تقول إلهي أنا حملت القرآن ليالي رمضان في محفل القرآن، إيدي تقول إلهي أنا مسحت على رأس الضعيف. رسول الله يمر يرى امرأة ضعيفة تبكي، يا رسول الله أخاف أرجع للبيت أهلي يضربوني، يقولون لماذا تأخرتي؟ هنا ماذا يصنع رسول الله؟ لا تتصور النبي كان إنسان ما عنده شغل عمل. قال قومي معي. قامت. أين بيتك؟ أجت في زقاق المدينة هذا البيت.
رسول الله وقف عند الباب وصاح السلام عليكم يا أهل الدار، ما يسمع جواب. جواب السلام واجب، إذا واحد قال سلام عليكم واجب شرعي قل له سلام عليكم ورحمة الله، زيد عليه بعد ورحمة الله، حيتم حيبة أحسن منها، أو قل له وعليكم السلام. كثير من الناس يعملون الحرام من حيث لا يشعرون، شايل التليفون أقول له سلام عليكم يقول هلا 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 هلا، مو جواب سلام عليكم، تدخل جهنم. يعني حتى المسائل الجزئية بعضنا من عرفها، أكو ناس تدخل تقول سلام عليكم يقول مرحبا، مرحبا مو جواب سلام، مرحبا مو جواب سلام، سلام عليكم جواب أقلا. يا أيها الذين آمنوا، الله بالقرآن يناديكم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. واحد قال سلام عليكم، لو أقول له سلام عليكم ورحمة الله، لو أقلا مثل أقول له وعليكم السلام أو سلام عليكم، هذا مو جواب شرعي، مرحبا. هسه خبع صاير موديل، شنا في لبنان واحد قلت السلام عليكم قال صباحو، صباحو شنو يعني؟ احنا كل شيء لازم يتخربط يا عمي، اقلا نقول صبحكم الله بالخير، صباحو ومساءو، هاي هاي شلون موديلات؟ بونجور مرسي، كلمات لا إلها أول لا إلها تالي. حقيقة الناس فقد وين لغة القرآن هذه؟ لا تلمني في هواها، أنا لا أهوى سواها، لست وحدي أفتديها، كلنا اليوم فداها، لغة القرآن هذه رفع الله لواها. نترك لغة القرآن، نأخذ لغة البونجور، ونأخذ هذه اللغات الفرنسية، ونأخذ لغات طيب حظها، وش بينا احنا؟ ليش انهزاميين مقابل الثقافة الغربية؟ ما أدري ليش لما اول الصبح تشوف صديقة، يعني لو ما تقول له مرحبا كأنه انت متأخر، انت رجعي، يعني كأنه سلام عليكم عمل الرجعيين. الان جيب لي وزير يقول للوزير الثاني سلام عليكم، جيب لي واحد محترم يقول للثاني اول الصبح لا اول صباح الخير صباح النور، لا رسول الله قايل لا الله قايل، اقل نقول صبحكم الله. شنو معنى صباح الخير؟ ما ادري، بعضهم صباح الخير ابو ما يقولون الله بالخير، الله بالخير. حيف حيف فقدنا كل شيءنا في الواقع. تعالوا على الاسلام نبكي ونرضي، كل شيء دفاقني، ثقافتنا امراحت، سلامنا امراحت. الان اكثر الناس بالمجتمع هاني هاني بعمامتي اقول سلام عليكم يقول هلا هلا بالسيد، هلا هلا جواب سلام، مرحبا جواب سلام، الله بالخير جواب سلام، صباح جواب سلام. اسألوا هذا المجتمع الإسلامي مع الأسف. يا رسول الله تعال شوف أمتك ايش صارت. رسول الله قال سلام عليكم يا أهل الدار، ما سمع جواب، أخاف ما سمعوا. مرة ثانية السلام عليكم يا أهل الدار، ماكو جواب. المرة الثالثة رسول الله كرر السلام، وإذا بصاحب الدار وعليك السلام يا رسول الله فداك أبي وأمي. هذا الصوت الطاهر يعرفوه، رسول الله كان صوت الطاهر معروف، عطرة معروف. النبي إذا كان يعبر من زقاق، شوفوا في تاريخ رسول الله، إلى ساعة إلى ساعة الشارع الطريق كان بي ريحة عطر رسول الله، هل قد كان النبي يتعطر؟ ما شاء الله، هذا مجتمعنا الإسلامي بعد. رسول الله يقول ركعتان يصليهما متعطر خير من 70 ركعة يصليها غير متعطر، بالله عليكم كم واحد وقت الصلاة يتعطر؟ كان كل شيء أقول لك حقيقة فاقدين، احنا فاقدين. هالليالي بعد ليالي عيد ميلاد الإمام المجتبى عليه السلام، أي واحد من عندكم يجي للمجلس شوي يخلي عطر يجي، إذا كل واحد من عندكم حاط له نوع من العطر لما تدخلون هاي الحسينية يشيل ريحة العطور، تصير بستان تصير جنة. ولية الميلاد راح يعطوكم إن شاء الله ورود بإيدكم، كلكم وجوهكم ورود إن شاء الله، وتنسون إن شاء الله أحزانكم، وإن شاء الله الله يكثر على قلوبكم الأفراح بحق محمد وآل محمد، ليالي حلوة أمامكم. المهم النبي إجا الرجل سأل رسول الله، النبي قال أنا 3 مرات سلمت، ما سمعتوا؟ قال يا رسول الله سمعناك أول مرة، شفنا إذا نقول وعليك السلام بعد ما راح تسلم مرة، احنا سكتنا نعدري أنت مؤدب. مرة ثانية سلمت، مرة ما جاوبتك حتى أكثر تكرر السلام علينا،
هاي عقلية ذاك الرجل. المرة الثالثة لما قلت سلام عليكم، هذا صوت الطاهر، الله ينزل الخيرات والبركات والسلم في بيتنا، يبعد الأمراض من بيتنا والبلاء. وعليك السلام يا رسول الله، أمرك يا رسول الله؟ رسول الله قال أنا جئت شفيع، شفيع البراء، يا هذا النبي يوم القيامة يشفع لكم، يشفع لكل الأمم، يشفع لكل المذنبين يوم القيامة، جئت شفيعا. هاي المرأة لا تملك أمرها، تأخرت، اعفت، قال يا رسول الله فداء لتراب رجليك. الأمة الجارية حرة، الجارية إلك، وهبتها لك يا رسول الله. رسول الله بابتسامة حلوة قال لها وأنت حرة لوجه الله. المرأة راحت فرحانة، فرح لك قلب بالدنيا، فرح لك قلب. رجعوا قال يا علي ما رأيت دراهم متباركة كهذه، كست عريانا، أعتقت أمة، فرحت قلب مهمومة وكست رسول الله. هاي أربع دراهم ايش قد بيها بركة؟ حياة الناس الفقراء. هذا منو؟ هذا السيد الأول. ماكو رئيس جمهورية وملك يقول أنا أعلى من عنده. إذا أهم واحد يقول أنا أعلى من عنده كافر، خلي يكون واضح تكون مو مسلم. هذا سيد الكون، رسول الله شلون كان يعيش؟ هاي الحياة التي تعطي للإنسان التقوى، ينظر بالنور الإلهي ويتألق 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 إلى أن يصل إلى ذاك المدى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، يصل إلى مرحلة فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. شنو يصير هذا الإنسان؟ خادمه ملائك الجليل كجبرائيل وكميكائيل، يصير إلى هذه الدرجة. هذا إنسان بل سيد الإنسان. مع هذه المقدمة، أولا مسألة التقوى التي تتألق بالإنسان، ثانيا مسألة الغواء التي توصل الإنسان إلى الدركات. الناس ينقسمون إلى صنفين. الله سبحانه وتعالى بالقرآن مكان آخر يقول وليس الأعمى كالبصير. هنا المثال من القرآن، أو من كان ميتا، من ميت فأحييناه. هل الميت يعني الإنسان ما يتنفس أو لا؟ هنا الغرض غرض آخر. الميت أو من كان ميتا فأحييناه، إنما تنذر من كان حيا. رسول الله أنذر بالقرآن الأحياء، يعني الأفراد الذين قلوبهم كانت حية مو ميتة. لأن أكو بعض الناس إنك لن تسمع الموت، أكو بعض الناس موتى ما يسمعون، أذن عنده، بصر عنده، لا يشوف لا يسمع، أعمى القلب يعيش في الظلمات. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. المثال من الله سبحانه وتعالى. هذه الآية نزلت على موردين كما في التفاسير، تقريبا كلاهما واحد. المورد الأول، هذه الآية نزلت في سيدنا ومولانا سيد الشهداء حمزة، سلام الله على حمزة عم رسول الله. حمزة كان من شرفاء وكبار العرب في مكة، وكان بطل شجاع يضرب به المثل. وتعرفون حمزة سلام الله عليه قتل غدرا في أحد عن طريق اللعينة آكلة الأكباد هند ابنة عتبة أم معاوية، شقت بطن حمزة وأخرجت كبد حمزة ولاكته بأسنانها هاي الملعونة آكلة الأكباد، لعن الله هند وأبنائها. هذه الملعونة هند كانت امرأة بغية. أنا ما علي أفلام دي يسوون هذول الشرذمة الأموية، خلي يسوون أفلام، خلي يصعدون معاوية يودوه إلى المريخ. يعيني العصفور إذا راح على رأس المنارة بعد عصفور.
والنسر اذا ظل على الارض نسر، هذول يردون يسوون من معاوية نسر، يردون يسوون من معاوية قديس غلطانين. التاريخ ما يتغير، معاوية انسان فاسق خمار، تاريخ اسود، لعن الله والدا وما ولد، ابوه منه وامه منه، ابن آكلة الاكباد. هند هذا فيلم محمد رسول الله آخر يكون واضح عندكم، الذي كتب سني والذي اخرج سني والذي لعبه، ترى ما بهم ولا شيعي واحد. شوفوا الفيلم في قضية واقعة احد، هند الفاسقة الفاجرة لما نتقابل كفار الحرب تقول لهم نحن بنات طارق نمشي على النمارق، ان تقبلوا نعانق او تدبروا نفارق فراغ غير وامق. شنو معنى؟ الحمد لله هاي كلمات عربية مو هندية، يعني شنو ان تقبلوا نعانق؟ هند كانت تعانق رجال الحرب، يعني كانت تزني، يعني كانت زانية معروفة. مو اجبر يجبرني كل ما اريد اسكت ما اتكلم، بابا كافي هالفضايح. نعال الحسن والحسين عليهم السلام، تراب نعالهم ما يصير معاوية، سووا لكم 4000 فيلم. الحمد لله هم جامعة الازهر حرموا هذا الفيلم، هم جوامع المسلمين حرموا، شرذمة أموية لعينة، اموال نفطية عندهم. هذا بلاء، الله ان شاء الله يكفينا شرهم بحق محمد وآل محمد. المهم هذاك اليوم لما هند كانت تأتي وتشجع الناس على الحرام، طلبت من وحشي قتل سيدنا حمزة سلام الله عليه، وحمزة قتل غدرا، ما علينا هسه البحث مفصل. فحمزة قبل الإسلام، قبل ما يسلم، كان رجل مفكر، دراسة عنده، يفكر حول هذا الدين الجديد. هو ما كان يعبد الوثن، هو كان على دين إبراهيم الحنيف عليه السلام، ابن أخيه ابن عبد الله، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاي ينادي يقولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يوم أيام مولانا وسيدنا حمزة عليه السلام كان قد ذهب إلى الصيد في البادية، أبو جهل رأى رسول الله في حال الصلاة وحده، ذاك اليوم أمير المؤمنين أيضا مع الأسف ما كان مع النبي، كان في شغل آخر، فأمر شخص قال النبي كان في حال الصلاة، قال اضربوا محمدا وأوطئوا بأقدامكم رقبة محمد. فجاءوا واعتدوا على رسول الله، الخبر وصل بواسطة خادمة حمزة إلى حمزة. حمزة رجع غضبان وبيده السيف وبيده القوس والسهم ماله، جاي من الصيد، وصل إلى أبي جهل قال له من اعتدى على ابن أخي محمد؟ سكت الملعون، ضربه ضربة بقوس السهم على أنفه في الرعاف، يعني طلع دم من خشمه أبو جهل، وخاب مقام، هاب مقام حمزة سلام الله عليه. قال له أتعيب بإسلامك؟ أنا مسلم، إني أشهد أن لا إله إلا الله برغم أنفك وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حمزة صار مسلم. هاي القضية كانت ضربة قوية للكفار وخصوصا لأبي جهل. الآية نزلت أفمن كان ميتا، يعني قبل الإسلام، فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، يعني أبي جهل ليس بخارج منها، أبو جهل. الرواية الثانية الآية نزلت في الصحابي الجليل عمار بن ياسر، عمار بن ياسر سلام الله على عمار، عمره بالتسعينات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عمار تقتلك الفئة الباغية. أجمع المسلمون من كل الطوائف على هذه الرواية، الذي يقتل عمار باغي كافر بغي عنده، يا عمار تقتلك الفئة الباغية. خرج مع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عمره بالتسعينات، جاء إلى صفين على ضفاف نهر الفرات. إذا رحت إن شاء الله إلى مدينة الرق في سوريا، قبر هناك أنا رايح، روح هناك زوروا عمار بن ياسر سلام الله على عمار.
جليل هذا البطل الضرغام، قال له رسول الله: يا عمار، وآخر رزقك من الدنيا ضياح من اللبن وتقتلك الفئة الباغية. زين، عمار بن ياسر في جيش أمير المؤمنين عليه السلام، قتله معاوية، رجال معاوية قتلوا عمار. هنا الناس عرفوا من الفئة الباغية؟ معاوية. بغت على علي بن أبي طالب المظلوم، بغى على إمام زمانه، ومن خرج على إمام زمانه الشرعي المنصوب من قبل الله سبحانه وتعالى كافر نجس. معاوية قام بوجه إمام زمانه، هذا معاوية، وقتل عمار، لعن الله قاتل عمار. الآية نزلت في عمار: أفمن كان ميتا قبل الإسلام فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. عمار بن ياسر هو البطل الوحيد في تاريخ الإسلام الذي قتلوا أمام عينيه أبا ياسر تحت التعذيب، وأمه الصديقة المؤمنة الصالحة سمية زوجة ياسر أمام عيني عمار تحت التعذيب. إما تكفر بالله، إما تقول هبل، كان يقول أحد أحد، ضربوه وقتلوه، وضربوا أم عمار وقتلوا، وهي أول شهيدة سقطت في الإسلام، هذا عمار بن ياسر. عمار أيضا كان تحت التعذيب، شاف الآن يموت تحت التعذيب، فكر: إذا أنا الآن أقول كلمة هبل باللسان الله ينجيني من شر هؤلاء، أقدر بعدين أخدم الإسلام، وبالفعل خدم. فقال هبل. أبو جهل قال: خلاص اتركوه، لا تعذبوه، لأنه كفر بدين محمد وآمن بالآلهة بالأصنام. قام عمار، إجا واحد إجا قال: يا رسول الله، عمار كفر، ماذا؟ قال: هبل. عمار إجا عند رسول الله، نزل جبرائيل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا عمار، وهي هاي الآية اللي تعلمنا التقية. هسه هذول الامويين دائما يقولون الشيعة عندهم تقية، عمار كان عنده تقية، اصلا الاسلام به تقية، التقية ديني ودين ابائي. ولكن وين اللي يفهم؟ الانسان لما يشوف نفسه او عرضه او دينه في خطر لا بأس اكذب مصلحيا حتى يقدر ينجي عرضه، ينجي دينه، ينجي نفسه من يد الظالم الفاسق الفاجر. فقال رسول الله: أما عمار فقد ملئ إيمانا من شعره إلى قدميه. هذا عمار، نزلت الآية المباركة في عمار. هذا هم على قول الذي يعيش حياة الظلمات أبو جهل، وأمثال أبي جهل كثيرون. أبو جهل إنسان كل ما يشوف معاجز أكثر من رسول الله أكثر يكفر، قلب ميت في الظلمات، مو ظلمة واحدة، ظلمات الجهل والأصنام. هو أبو الحكم، ها هو كنيته بالإسلام، يعني قبل الإسلام كان يقول له أبو الحكم، في الإسلام صار أبو جهل الحكم الحائل اللي عندي حكمة ما يصير أحمق مثل أبي جهل، فصار أبو جهل. هذا أبو جهل يوم من أسئل قضايا كثيرة، أنا أذكر واحدة من معاجز رسول الله: قلوبكم تفعم بنور الإيمان أكثر. المرحوم الشيخ المجلسي رحمة الله عليه في كتاب حياة القلوب يذكر هذه القضية، بالمناسبة لا نذكرها. يوم من الأيام في المدينة المنورة دخل شاب مع 17 جمل بعير محمل بالقز والديباج، القز يعني الحرير والديباج يعني الأقمشة، كانت ثروة آنذاك، وعلى كل جمل راكب عبد، 17 عبد على 17 جمل، والزمام بيد شاب. هذا الشاب دخل في مكة وقال: من هو نبي آخر الزمان؟ لأن أبي مات وأوصاني أن أوصل هذه الأموال وهؤلاء العبد لنبي آخر الزمان. طيب، هذاك اليوم الدعاية المضللة كانت بيد الكفار والحكم كان بيد الكفار، واحد قال: تعال إلى هذا النبي الذي يهتم بالآلهة في الكعبة المشرفة، هو أبو ذاك، قال له أبو الحكم، يعني أبو جهل عليه اللعنة. فإجا الرجل شاف أبو الحكم، قال: ما أشوف فيك صفات الأنبياء، وجهك مو وجه الأنبياء أنت.
بعدين انت تعبد الاصنام الالهه. اي نبي اخر الزمان؟ ابو جهل قال انا نبي اخر الزمان. قال زين اذا انت نبي اخر الزمان قل شنو اسمي. قال عجيب، يطلبوا منا ان نعرف الغيب. انا نبي بس ما اعرف الغيب. قال عمي انت مو نبي، اطلع ارجع الاموال الى صاحبها. رجع واحد قال له عمي النبي اخر الزمان هذا اللي قاعد ببيته مظلوم الان افراده تحت التعذيب. قال علموني على ذلك الرجل، فجاء الى رسول الله. رسول الله من بعيد لما شاء الله هذا النبي، رسول الله رآه قال مرحبا السلام عليك يا ناجي ابن منذر. هو قبل ما يقول ما اسمي رسول الله جاب اسم انت ناجي ابن منذر وسلم عليه. قال وعليك السلام، انت رسول الله؟ قال نعم. هذه الجمال السبعة عشر، العبد الاول على الجمل الاول شنو اسمه؟ اسمه ياسر. الثاني اسمه مبارك. الثالث، الرابع، الخامس، واحد واحد جاب اسماءهم. والرجل شاف صحيح رسول الله هو النبي، المعجزة بينة، فأعطى الزمان بيد رسول الله النبي الأعظم جميع هذه الجمال مع ما فيها، أدخلها كلها في بيت عمه أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وإذا باللعين أبي جهل رفع عقيرته يا أهل مكة، والعياذ بالله، ونستجير بالله، إن محمد سارق. ماذا سرق؟ قال سرق النذورات التي جاءت للأصنام في الكعبة الشريفة. أنا أقول الشريفة طبعا، ذاك ما قال. فاجوا إلى أبي طالب، قالوا له محمد ابن أخوك ابن أخيك أخذ الأموال التي كانت للكعبة نذورات. أبو طالب عليه السلام قال يا ابن أخي هذا أبو جهل أبو الحكم أعطيه شيئا سد لسان. قال يا عماه والله لا أعطيه حتى حبة منها. هذا رجل كذاب. والبعران والجمال هي تشهد لي بأني رسول الله وأني على حق. عجيب. الخبر وصل إلى أبي جهل، قال إيه هو هذا، ممتاز. بكرة صباحا عند الكعبة محمد يجي، والجمال والأموال أنا هم أجي، خلي نشوف الجمال تتكلم. إذا تكلمت خلاص أنا أستسلم. تستسلم؟ إيه نعم. مظلم القلب الأعوج أعوج 500 مرة لو تجيب له دليل بعدها أعوج، ما يفيد. جاءوا أهل مكة اجتمعوا، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل بوجه المشرق المنير الطاهر. أبو لهب تلك الليلة جاء عند هبل يمسح خد اللعين على هبل، قال يا هبل خدمتك 40 سنة يا حبيبي يا هبل ساعدني، بس أريدك بكرة الصبح وحدة من هاي الجمال تنطق تقول بأني على حق حتى أخذ الأموال من محمد. إذا صار راح أجعلك قبة من الياقوت من الدور، دنيا أموال مجوهرات. يحكي ويا الصنم ويا الحجر. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في أول الصباح، التفت إلى أبي جهل قال له تحدث. يلا أبو جهل إجي أين على هبل؟ يا هبل ساعدني، يا هبل ساعدني، يا هبل ساعدني. الجمال حيوانات ما تتحدث، سكتت. وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نظر إلى الجمال، قال يا جمال تحدثوا بإذن الله. وإذا بالجمال بصوت عربي فصيح، كلهم شهدوا لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. رسول الله أخذ الجمال رجعها إلى بيت أبي طالب. هنا أبو جهل وقف صاح، قال يا أهل مكة لا يغركم سحر محمد. سمو قلت كذا عوج عوج. أنت هذا الناصب اللعين جيب له 4000 دليل، قل له أنه معاوية ابن آكلة الأكباد، ما يفيد. يسوي له فيلم ويصرفون ملايين الدولارات حتى يلمعون وجه الجحف هذا، يرين وجه. ما يفيد. على كل حال، أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي في الناس
كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. بعدين الله يقول كذلك زين، زين فعل مبني للمجهول، من الفاعل ماله؟ زين الشيطان في الواقع. كذلك زين الشيطان للكافرين، شال الفاعل، الفعل صار مبني للمجهول. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، هذول كانوا يتصورون الكافر الإنسان المعاند، الإنسان الذي ينزل في الدركات، هو النفس يتصور إذا لعب قمار، إذا لعب دومنا مقام عالي، يتصور إذا شرب الخمر هو يكون إلى مقام أعلى، يكون متحضر، يتصور إذا ابن خلى عليه أسماء نجسة وأسماء بعيدة عن القرآن وعن الإسلام هذا يكون إلى مقام أعلى. يا أخي بعض الناس أسماء أولادهم وبناتهم أسماء تلعب النفس، وتركوا أسماء رسول الله وأسماء الأنبياء وأسماء الأولياء حتى على أولادهم يخلون أسماء ما أدشنون، ما أريد أجرح واحد لا سمح الله، على بناتهم يخلون أسماء كافرة. زين قحط اسم تخلي على بنتك روزيتا، زين ليش روزيتا؟ يعني ليش انت تركت زهراء روزيتا؟ يعني شنو اسم كافر؟ انت زين او مو زين؟ شو عليها كمثال؟ ليش تخلي على ابنك اسم عبيكان؟ ايه عبيكان اسم من الله يعبكك، ليش ما تفهم الدنيا انت؟ امطيوي، امطيوي اسم اخليه على ولد؟ هذا باكر يصير الدكتور مطيوي؟ شنو هالعقليات يعني؟ ما افهم. برغش، برغش بريعصي، ليش يعني ليش؟ ما عندنا اسماء. مو الامام الهادي عليه السلام يعلمنا بزياره الجامعه الكبيره اسماءكم في الاسماء، فما احلى اسماءكم واكرم انفسكم واعظم شانكم، علي، حسن، حسين، سجاد، باقر، صادق، كاظم، جواد، رضا، هادي، مهدي، هاي الاسماء الحلوه اتركها، اخلي عبيكان وبرغش وما ادري فضالة وزبالة على أولادنا. هاي المشكلة. ظلمات في كل الجوانب، سلامنا ظلام، أسماء أولادنا ظلام، معاملاتنا مع بعض ظلام، حركاتنا سكناتنا كل شيء، ونتصور احنا الأعلى. زين للكافرين ما كانوا يعملون. زين هي شنو الحياة اللي القرآن يقول فأحييناه؟ هنا أنا افتح لي قوس شوية حول الحياة أتحدث بما تسنح لي الفرصة. الحياة ثلاث أنواع. أولا الحياة النباتية، هاي النباتات لها حياة. يعني شنو؟ يعني النبات إلى أوصاف، يتغذى، ينمو، يتكاثر، يعني إلى تكثير النسل، تناسل عنده، هذا واحد. الحيوان عنده درجة أعلى من النبات، الحيوان يتغذى، يتناسل، يكثر، ولكن عنده بعد صفة أنه يتحرك، الأشجار ما تتحرك، النباتات تتحرك، وعندها إحساس، الشجرة إذا تقطع من عندها شيء ما تصيح، ولكن الحيوان يتألم، حركة عندها وإحساس، هذا الحيوان. طيب الإنسان من فصائل الحيوان، شنو الذي يميز الإنسان عن باقي الموجودات، عن باقي الحيوانات؟ الإنسان أيضا يتغذى، يتكاثر، عنده إحساس وعنده هاي الصفات، ولكن الذي يميز الإنسان الحياة الإنسانية، الحياة الإنسانية يعني حياة العلم والمعرفة. هنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ينادي في أبيات كثيرة منسوبة إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه: ما الفضل إلا لأهل العلم. أهل العلم لهم الفضل، ليش؟ فالناس موتى وأهل العلم أحياء. مكان آخر الإمام عليه السلام يقول: كن ابن من شئت واكتسب أدبا، يكفيك محموده عن النسب، إن الفتى من يقول أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي.
ليس الجمال بأثياب تزينها، إن الجمال جمال العلم والأدب. هذا الإنسان العالم، الإنسان المؤدب، هذا عنده جمال إنساني. زين، الإنسان الذي يفقد هذه الأشياء، يعني يفقد الحياة الإنسانية، يعني أدب ما عنده، دين ما عنده، معرفة ما عنده، علم ما عنده، جاهل، هذا حيوان كالدابة المربوط همها علفها. هذا بين نثيره ومعتلف الأمير المؤمنين عليه السلام يقول على واحد من الظلمة، هذا دائما ما يعرف إلا لغة الأكل ولغة تفرغ، يفرغ نفسه بالتواليت بس. وين هذا؟ وين عقليته؟ وين مقام الإنساني؟ الإنسان هو الإنسان الذي عنده حب الله، الإنسان الذي يؤمن بالله، الإنسان الذي يتألق على الآخرين بالمعنويات. طيب، الإنسان اللي ما عنده هذا الجانب، الله سبحانه وتعالى يقول إنهم إلا كالأنعام. في هذه الآية يقول كمن مثله، مثال هذا الشخص عايش كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا حياته حياة ظلمات، مو حياة حياة إنسانية. حتى إذا عنده أذن وعنده عين، صم بكم عمي ما يفتحون. مقام ذولا ناصي، مقامهم نازل. الإنسان بإنسانيته، هاي الحياة المهمة في حياة الإنسان. الإنسان المؤمن إلى درجة أعلى من باقي البشر. كل الناس كرماء عند الله، ولكن للمؤمن كرامة. أختم حديثي بكلام نوراني من إمامنا الثامن الإمام الهمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. يقول الإمام الرضا: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى تكون فيه ثلاث خصال. من مؤمن اللي عنده هذه الخصال الثلاث؟ أولا سنة من ربه، وسنة من نبيه، وسنة من إمامه. أما السنة من الله فحفظ أسرار الناس. هذا الإنسان الذي يحفظ أسرار الناس، هذا علامة الإيمان. إذا واحد شاف بنفسه يكشف أسرار الناس، خذ يعرف نفسه مو مؤمن. مو مؤمن على منطق الإمام الرضا صلوات الله وسلامه. سنة من ربه، سنة من ربه حفظ السر. والإمام الصادق عليه السلام يقول: امتحنوا شيعتنا بحفظ أسرارهم. امتحنوا واحد شوف إذا يكشف أسرار الناس، هذا مو شيعي، مو موالي. من الموالي؟ المؤمن الذي يحفظ سر الآخرين، هذا واحد. وسنة من نبيه، السنة من رسول الله شنو؟ الله. مدارات الناس. بعدين الإمام الرضا عليه السلام يستدل بهذه الآية المباركة، يقول الله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. داريهم مدارات الناس شيء صعب. مدارات الناس يعني سلام الله عليه، هذا الرجل العظيم كان من التابعين، يعني ما شاف رسول الله بعينه، أويس القرني. أويس قليل النظير، أقول لكم قليل النظير. أيضا صار شهيد بين يدي علي بن أبي طالب عليه السلام، قتله معاوية في صفين، مدفون في الرقة. إذا رحتوا إلى الرقة تشوفون قبره موجود، روحوا زوروا. هذا أويس من أعظم أولياء الله، سلام الله على أويس. أويس المؤمن كان يعيش باليمن، واليمن لهم تاريخ عريق. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يعطيهم الأمن والأمان إن شاء الله. أهل اليمن، شعب اليمن شعب عريق، شعب الحضارات، شعب الأنبياء. في اليمن كان أويس القرني في قرن. أويس آمن برسول الله وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا. يوم من الأيام استأذن من أمه، عند أم عجوزة، قال لها: أمه إذني لي أن أذهب إلى المدينة المنورة وأزور رسول الله، النبي جاي من مكة إلى المدينة، منطقة آمنة. أمه قالت: لا بأس روح، ولكن ما أذن لك إلا أن تبقى من الصبح إلى الظهر، إذا صار الوقت أكثر من الظهر ارجع. سمع الوطاع. طلع أويس، جاء إلى المدينة المنورة، مع الأسف قالوا له رسول الله مسافر، متى يرجع؟ بعد الظهر. هنا صار أويس بين نارية،
إما يخالف كلام أمه، الله يقول وبالوالدين إحسانا، إما أن يخالف أمه ويبقى لينظر إلى جمال وجه رسول الله، ولكن خالف أمه، رجح قال لا، وإن كان رؤية رسول الله إلي خير الدنيا والآخرة فيه، ولكن أرجع أطيع أمي العجوزة القاعدة في البيت. كم واحد بينا عند هذا القلب مثل أويس؟ طريق من اليمن أكثر من 1000 كيلومتر جاي إلى المدينة، صار وقت الزوال رجع إلى المدينة، إلى اليمن. رسول الله بعد الظهر جاي، قبل ما النبي يتكلم قال إني أشم رائحة الجنة من قرن، ريحة الجنة من هناك يجي. قالوا يا رسول الله جاءك رجل اسمه أويس، أويس القرني. هذا أويس مقامه جدا عظيم، اسمع، أويس رجل أموي كان كل يوم يوقف بطريقه يشتم أويس، مو شيء جديد الآن إذا تشوفون يعرعرون هذول كل يوم واحد من عندهم جاي صابغ لحيته بالنجاسة وكل يوم طالع لك بخناته يسب الشيعة ويسب أهل البيت، أولاد معاوية ولا تعجب. هذا إذا يوم من الأيام صاروا خوش أوادم تعجبوا، هذا الأموي كل يوم يشتم أويسا قربة إلى الشيطان. يوم من الأيام أويس عليه السلام من بعيد شاف هذا واقف كأنه ينتظره، أويس عوج طريقه راح من طريق ثاني. اتعلموا زين يا شباب، جاء واحد قال له أويس خفت من هذا الأموي؟ قال لا. قال إذن لماذا انحرفت عن الطريق ما أجد الجابة؟ قال لأني إذا جابهته يشتمني، وإذا شتمني فتكثر معاصيه، أردت أن أقلل من معاصيه، رحت من ذاك الطريق حتى هذا لا يوقع بمعصيه. بالله عليكم يا ناس، هاي أخلاق تلاميذ علي بن أبي طالب سلام الله عليه، هذا يقولون مدارات الناس. أويس تلميذ من تلاميذ أمير المؤمنين، فكيف بأمير المؤمنين؟ فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مدارات يا شباب، شاب واقف في طريق رسول الله يوميا يرمي النفايات على رأس رسول الله في أزقة المدينة الضيقة. يوم من الأيام ما جاء رسول الله سأل وينه؟ قالوا يا رسول الله مريض. قال مريض نروح احنا نعوده. كل يوم شنو بدي اقول لك، رجال قربة الى الشيطان كل يوم يرمي الزبالة على رأس رسول الله، ولكن رسول الله هكذا يقابل الإساءة بالإحسان، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. رسول الله جاء زار هذا الولد اليهودي، والولد اليهودي لما شاف هذه الأخلاق الفاضلة من رسول الله، شاهد نفسه حقير مقابل هذا الطود العظيم من الكرم من الأخلاق، شهد الشهادتين وصار من خيار أصحاب رسول الله. سنة من نبيه، مدارات الناس، كلام الإمام الرضا عليه السلام. لا تنسى المؤمن، إن شاء الله كلكم من المؤمنين، اكتبوا أسماءكم في قائمة المؤمنين. سنة من ربه أستر على الناس، سنة من نبيه مدارات الناس، وسنة من إمامه. من الإمام شو نتعلم؟ الإمام عليه السلام الإمام الرضا قال الصبر على البأساء والضراء، ثم الإمام عليه السلام تلا هذه الآية المباركة والصابرين في البأساء والضراء، هذول الذين يصبرون في البأساء جمع بؤس، يعني كل المشاكل، مرض، حر، كهرباء ما عندنا، مينا مالح، مشاكل من كل الأطراف، فلوس ما عندنا، رزق ما عندنا. الآن كثير من الناس حقيقة يا أخي، البارحة ما أدري إذا كذب قلوا لي كذب، البارحة أول البارحة إجاني واحد هنا من تجار البصرة، قال سيد احنا كنا نجيب الحاوية نطلعها من الميناء ب$1,500، الان الحاوية الوحدة الحكومة المحترمة العراقية تاخذ من عندنا $18,000. قلت له زين شنو؟ قال انا مجبور هذه البضاعة راح اغليها، هذا $18,000 اللي الحكومة والوزير ذا ياخذ من عندي راح اخليه من الشعب. من اللي متحمل الضيم؟ هذا الفقير اللي قاعد خصيم. من اللي يشتري هالبضاعة؟ مو الوزير المحترم، والوزير حتى لو يشتري عنده، بس هذا ما عنده وين يروح؟ اذا كذب قولوا لي التجار كاذبين عليكم، حتى انا اقول كذب.
ولكن لما تغلون القمارك والسيطرة النوعية وكل يوم قانون طايح حظه ومدمرين هذا الشعب المظلوم. القانون بالعراق خلوه قانون واحد، ليش بكردستان قانون غير بالجنوب قانون غير؟ باب العراق دولة واحدة، ليش شمال العراق غير جنوب العراق غير؟ مدى افتهم منو اللي لازم يدافع عن هذول الضعفاء؟ انا دفاعي عن الضعيف، ما عندي شغل بالتاجر. انا اقول البضاعة لمن ينزلها كان 1500 دولار للحاوية الوحدة، الان دا يدفع 18000 دولار، منو يتحمل الظلم؟ مو التاجر، هذا المشتري انا وامثالي، انا المستهلك. فكروا شوي. ولكن اقول لكم يا ناس اصبروا في البأساء، هاي سنة، سنة من نبيه وسنة من إمامه، الصبر في البأساء والضراء. الله يرحمكم يا ناس، المستشفيات مليئة بالمرضى، مليئة بالفقراء والمساكين. مرة ما صار أروح للمطار أركب أي طيارة إلى أي جهة من العالم إلا وأقل النصف المسافرين مرضى، طالعين ترانزيت يطلعون على تركيا ويطلعون على ايران ويطلعون على وين، حتى يروحون للهند، يروحون الى المانيا، يروحون الى وين. زين، واللي ما عنده فلوس يموت. انا لله وانا اليه راجعون، وسنة من امامه. احنا صبرنا مثل ما ائمتنا صبروا، صبروا وصبروا وصبروا. نزل جبرائيل، ما ادري كان ملك، خاطب الحسين في رمضاء كربلاء، قال يا حسين لقد تعجبت من صبرك ملائكة السماوات. شنو من صبر؟ يصبر ويصبر ويصبر، يشوف هذه رجالي في رضاك ذبائح، أولاد مقتولين، أطفال مجزرين، خيام في خطر، نساء الآن في خطر. وإليك أشكو خالقي من عصبة جحدوا مقامي بعدما عرفوني. إلهي رضا برضاك، إلهي صبرا صبرا، اتعلم يا الموالي الصبر من أمامك الحسين، صبرا على بلائك، لا معبود سواك، أغثني يا غياث المستغيثين. الحسين صلوات الله وسلامه عليه صابر في البأساء، يعني في الحرب والضراء، في آخر لحظات الحياة الحسين صلوات الله وسلامه عليه يصبر ويصبر، لا حتى من بعد الشهادة. يا ليتهم تركوا الحسين، لا والله، قتلوا، سلبوا، سحقوا كل ما تمكنوا وصنعوا بهذا الجسد الطاهر. سيدتي زينب صلوات الله وسلامه عليه في يوم 11 من المحرم تريد أن تخرج من كربلاء، نظرت إلى أختها الطاهرة أم كلثوم ابنة الزهراء، قالت لها أخي تعالي لنركب العيال والأطفال. أول الأعداء جابوا الهزل، أرادوا أن يركبوهم، قال الإمام زين العابدين ترحوا عنهن فهن يركبن بعضهن بعضا. ما يصير رجال أعداء كفار هذول يجون ويركبون بنات رسول الله، لا لا، هن يركبن بعضهن بعضا. السيدة زينب سلام الله عليه كانت تركب الأطفال واحدا واحدا، تركب النساء الأرامل، لا إله إلا الله، الكل ركبوا. الآن باقي زينب وأم كلثوم. قالت زينب سلام الله عليها لأم كلثوم أخي تعالي لأركبك، قالت إذا أركبتيني فمن الذي يركبك على ظهر الناقة؟ قال يا تما نفذ من الذي كفنني من المدينة، جاءت إلى جسد أخيها أبي عبد الله. أخي والله لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل لاخترت المقام عندك، ولو أن السباع تأكل لحمي. أخي ولكن الأمر كما ترى، هذه نياق الرحيل تجاذبنا للمسير،
ثم أشارت لا أعلم كيف أشارت وأخوها الحسين سلام الله عليه مقطع الأعضاء على رمضاء كربلاء أشارت إلى بطنها وقالت وهذا متني قد اسود من الضرب ودعتك الله يا عيوني خويا يرد عيون عنك يا خدوني خويا يا حسين شمري وخي ولا ليباروني وانا نخياتي خويتي وما جاوبوني هي خليي الحمية ما تجوني من دلعاد تخلصوني هي من دلعاد اريدك اريدك يا حسين نبي ارفع صوتك مع زينب والله من دلعاد تخيل ثم توجهت الى اخيها بالفض الله يرحم شيخ خالي صدت للمسنايات والعبرة جرية صاحت يا راعي البشرة صاحت 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 يا راعي المشرع يا زين بسبي خويا يا ابو فاضل يا ابو الغيرة يا اخو زين بنخاك الاخوة خويا عقب الخدر للشاي والله ثقيل على لساني هذه الكلمات يا شيخ هادي ما ادري شلون قالها عقب الخدر للشاي يا بيردوني غدي يا اللي تفلتنا قبرتنا للمدينة يا عباس تسمع زينب تدعو بلي يا حيوان ارفعوا ايديكم بالدعاء رحم الله هذه الدموع ما عندكم غير الله يا جماعة الخير بس خلي عينك برحمة الله اقطع الآمال من آل البشر من بني آدم عينك برحمة الله هسه شيل ايدك وقد يريدك تقد شلون ها ارفعوا ايديكم انتم الفقراء الى الله اما يجيب المضطر اذا دعاه بعد 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 نادي ربك اما يجيب المضطر ارفع صوتك مع المؤمنين الى السماء اما يجيب المضطر اذا دعاه يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين يا الله باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الآن ملائكة الرحمة ترفع هذه الأصوات نحو السماء تضرعوا إلى ربكم الآن الله يسمعكم الملائكة تسمعكم إن شاء الله الإمام الحج عليه السلام يسمع دعاكم ويدعو معاكم عاش مرات بحق الحسين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا غياث يا احمر يا الله يا الله
مدرجكم من الله مستجاب إن شاء الله. هذه الدعوات بحق الحسين الشهيد. يا الله عجل فرج إمام زماننا واجعلنا من أنصاره وأشياعه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، أيد وسدد حماة الدين، اللهم اشفي مرضانا، فك قيد أسرانا، آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم احشرنا مع أنصار الحسين، تقبل منا هذا القليل بكرمك، وابعث ثواب مجلسنا هذا إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، سيما من مضى من أهل هذا الجمع. اللهم قرب ثم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان.